السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم نكمل درس المواد واستخداماتها. حكينا تتكون الأشياء التي تحيط بنا من مواد، هذه المواد تتميز بخصائص مختلفة مثل الشكل والملمس والطعم والرائحة والصوت. كيف نميز هذه الخصائص؟ نميز هذه الخصائص عن طريق استخدام الحواس الخمسة. يعني هاي اللعبة كيف عرفنا أنه هي ناعمة؟ عن طريق الملمس. وهذا الحشر أيضا عن طريق الملمس اليد. هذا طعم العسل كيف عرفنا أنه طعمه حلو؟ عن طريق التذوق. وهذه الليمونة كيف عرفنا أن طعمها حلو؟ أيضا طعمها حامض، أيضا عن طريق حاسة التذوق. أين توجد المواد؟ المواد توجد في البيئة من حولنا، كل اللي حوالينا هذه مواد. عندنا خشب، ماذا نصنع من الخشب؟ الكرسي، المقاعد، الأدراج، التخت، السرير، الخزانة، الباب. ماذا نصنع من الزجاج؟ نصنع منه المسارية، الكاسات، الصحون. ماذا نصنع من الورق؟ الكتب، الدفاتر، الجرائد. ونصنع من القماش الألعاب والملابس. ماذا نصنع من الحديد؟ نصنع من الحديد السيارات، الدراجات، السكيتات، السكوترات. ونصنع من البلاستيك الوعاء البلاستيكي الذي نحط به الطعام. هلأ خصائص المواد المختلفة، ما هي خصائص المواد المختلفة؟ عندنا خصائص الزجاج أنه هش وقابل للكسر، لا ينجذب إلى المغناطيس. لكن من الذي ينجذب إلى المغناطيس؟ الحديد. لماذا؟ لأنه صلب وقوي وينجذب إلى المغناطيس. إذا المغناطيس يجذب الأشياء المصنوعة من حديد لأن الحديد قوي وصلب، والزجاج هو مادة هشة قابلة للكسر. ماذا يجذب المغناطيس؟ يجذب الدبابيس والبراغي إلى المغناطيس لأنها مصنوعة من حديد. الآن خصائص الإسفنج، ما هي خصائص الإسفنج؟ يمتص الماء بسهولة، هذه الإسفنج يمتص الماء بسهولة، تتعبى مي بسرعة، وورق التنشيف أيضا يمتص الماء بسهولة، لذلك يسمى مادة ماصة للماء، يسمى الإسفنج مادة ماصة للماء لأنه يمتص الماء. أما البلاستيك فهو لا يسمح بمرور الماء من خلاله ويسمى مادة مقاومة للماء، يسمى مادة مقاومة للماء لأنه لا يسمح بمرور الماء من خلاله. أيضا المعطف المطري والمظلة من المواد المقاومة للماء لأنها تحمينا من الماء. هي لما نمسك الشمسية أو المظلية فوق رأسنا هي تحمينا من وصول الماء إلينا لأنها مصنوعة من مواد مقاومة للماء. استخدامات المواد، لكل مادة خصائص تجعلها مناسبة لصناعة بعض الأشياء. ماذا نصنع من الحديد؟ نصنع من الحديد الدراجات والسيارات. ليش؟ لأن الحديد مادة قوية وصلبة. ماذا نصنع من الخشب؟ نصنع الطاولة، المقاعد، الكراسي. ماذا نصنع من القماش؟ نصنع المناشف، نصنع الألعاب، نصنع الملابس. لأن القطن مادة لينة وخفيفة لا تتمزق بسهولة، وهو القطن يصلح لصناعة الملابس. الخشب قوي لا ينكسر بسهولة ويصنع منه الأثاث. نستخدم الأواني البلاستيكية في ماذا؟ في حفظ الطعام. التبلورات هاي نستخدمها نضع فيها الطعام ونضعها في الثلاجة، ولا تستخدم لطهي الطعام. إذا حطينا البلاستيك على الغاز بيسيح وبينحرق، إذا لا يصلح لطهي الطعام. الآن بدنا نحل الأسئلة. لماذا تصنع الملابس من الصوف؟ ليش الملابس نصنعها من الصوف؟ لأن الصوف مادة ثقيلة تحفظ حرارة الجسم وتصلح لصناعة ملابس الشتاء. إذا تصنع الملابس من الصوف ليش؟ لأن الصوف مادة ثقيلة تحفظ حرارة الجسم وتصلح لصناعة ملابس الشتاء. أصل بخط كل مفهوم بما يناسبه من الصور التي موجودة عندنا. عندنا معطف مقاوم للماء، عندنا مسهرية، وعندنا إسفنج، وعندنا مواد مختلفة. الزجاج، أين الصور التي تدل على الزجاج؟ هذه صورة مسهرية. مقاوم للماء، أين الجزء الموجود عندنا مقاوم للماء؟ طبعا المعطف المقاوم للماء الذي يحمينا من وصول الماء إلى أجسامنا. المواد التي تحيط بنا، هذه هي صورة المواد التي تحيط بنا. لاحظ الأقلام مصنوعة من خشب، المقص من حديد، الوعاء هذا من زجاج، الكتب من ورق، هذه كلها مصنوعة من مواد. ماص للماء، ما هي المواد هنا التي تعتبر ماصة للماء؟ طبعا الإسفنج. الآن يوجد لدينا عدة مواد.
الأشياء المشار إليها أدناها مصنوعة من مواد مختلفة. اختاروا سبباً واحداً لما يناسب كل منها. عندنا السيارة رقمها 1، والكأس البلاستيك رقمه 2، والزجاج النافذة رقمها 3، والباب الخشبي رقمه 4. الزجاج يمكن رؤية الأشياء من خلاله. أي شيء من هون مصنوع من زجاج؟ النافذة. النافذة هي مصنوعة من زجاج. الخشب قوي وينكسر بصعوبة. أين هو الشيء المصنوع من خشب وينكسر بصعوبة؟ إنه الباب رقم 4. البلاستيك خفيف الوزن وسهل الاستخدام. أيهما يكون بلاستيك، السيارة أم الكأس؟ الكأس، لأنه مصنوع من بلاستيك رقمه 2. الحديد قوي جدا، طبعا السيارة مصنوعة من حديد وهي قوية جدا. هيك بنكون خلصنا المواد واستخداماتها وحلينا تدريباته. يعطيكم ألف عافية.